خلال الصراط طاب المحي عالمقهى جئناكم ضموا إلي عالمقهى جئناكم بالفكر نلقاكم نحن وإياكم عالمقهى هيا عالمقهى. أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من على المقهى تواصل فيها المقهى حواراتها من الشارع بكل ما يحمله من مشاكل ومشاغل وهموم وأمل. نحن معكم على الهواء مباشرة من على المقهى، نلتقي. مشاهدينا من على المقهى، ما أكثر وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية وإعلام أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هل يتابع المواطن الأخبار من هذه الوسائل الإعلامية أم أن الأخبار موجودة في الشارع؟ نحن معكم في هذه الفقرة ومعي رواد المقهى لنتحدث عن هذا الموضوع. أهلا بكم. أهلا وسهلا. مساء الخير. عرفوني بنفسكم كده. مصطفى إسماعيل حسين، مدير رقابة متابعة في شركة مولات. أهلا بحضرتك. محمد سيد، طالب في الأكاديمية البحرية. أهلا بك. عبد الرحمن أحمد سي إن سي. أهلا بك. أنا جان محمد، رئيس حسابات شركة مولات. أهلا بك. بتتابعوا إيه اليوم؟ حال البلد ده. إحنا رايحين فين مش عارف. أنا بروح الشغل مش عارف أرجع ولا لأ. بنتي بتروح الجامعة، هترجع إمتى الله أعلم. إيه اللي بيحصل؟ يعني بنتي في الليسانس اسمع ان قفلوا الباب بتاع الجامعه بتاعها. جامعه ايه؟ جامعه عين شمس. ودلوقتي الانفلات الامني بيحصل مشاكل في البلد. انا كمواطن عادي رايح الشغل هرجع امتى مش عارف. الطريق دلوقتي بقى الطريق داري وانا ماشي بقى كل الناس ماشيه عكس. دلوقتي يجي ضابط يتكلم تلاقي مواطن كلمه بألفاظ سيئه جدا. لامتى الانفلات الامني ده؟ امتى انا مواطن اروح اعيش فين تاني؟ اروح اسرائيل؟ يعني اسرائيل اللي هي العدو ليا اروح ليها اللي تحميني؟ ما كانش الرئيس الجمهوري يحميني، مين يحميني؟ اروح لمين يحميني؟ انا بدور، انا عايز دلوقتي ولادي احافظ عليهم ازاي في بلدي؟ كان الاول بيقول لك عهد مبارك كان في 1 2 3 4، احنا دلوقتي 1 2 3 4 5 6 في مصر. مين اللي بيحكم مصر؟ بس في ناس بتقول انه يعني طبعا الاحوال سيئه، لكن يعني هو كده حال الثورات في البلاد، وبعدين الدنيا بتتحسن. هل انت عندك امل ان الدنيا تتحسن؟ بس فين رئيس الجمهوريه؟ انا كل شويه اسمع بكره في قطر بعده في الهند. مين بيحكم مصر؟ الحشه اللي وراه اللي هم خاربين البلد. انا هسال مين؟ المفروض رئيس الجمهوريه يحاسب علينا. فين سيدنا عمر لما كان بيقولوا كذا 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 كان بيحافظ على، وكان فين قله بسيطه؟ لكن رئيس الجمهوريه مش عارفين هو فين. هو في ناس برضو بيقولوا انه ما هو برضو ما عندوش عصا سحريه. الرئيس ده لسه ماسك قريب وجاي على وضع 30 سنه من الفساد وتجريف الارض، مش هيقول للحاجه تتعدل فتتعدل. في ناس بتقول كده. انت شايف انه ان انت عندك نظره شويه قاسيه عليه، ولا انت شايف انه في استياء فعلا من فين؟ فن القياده فين؟ فن القياده معدومه. فن القياده فن قرار يدي قرار ثاني يوم يتلغي، يدي قرار كم قرار؟ اكتر من 5 قرارات اداهم الرئيس محمد مرسي اتلغوا. هو كشخص كويس، بس الحشه اللي وراه البطانه اساء الناس اللي هو اختارهم. طب انت بتقول انا بنزل الشغل مبقاش عارف هرجع ولا لا، وبخاف على بنتي وهي في الجامعه. هل انت عندك الاحساس دون لانه انت لامس انفلات امني في الشارع، انفلات حقيقي، ولا انت برضو عشان بتقرا كتير على الانفلات الامني؟ واحنا دايما عايشين في، يعني الناس بتتكلم عن مظاهرات ودايما بنجيب مظاهرات وبنجيب حصارات ومش عارف ايه، ولا في حاجه حصلت وانت شايف فعلا كده؟ انا كل يوم بشوف التلفزيون خناقات وضرب وسرقه وبنك اتسرق، سولار بيتسرق. فين الرقابه؟ فين الرقابه على البلد يا فندم؟
اروح لمين تاني اساله؟ السولر بيوقفوا الطريق، العربيات بتتسرق، البنوك بتتسرق، البنزينات مرتبات بتتاخر، هنعمل ايه؟ ما تحضرونا يا جماعه، ايه رايكم في الكلام ده؟ طبعا كلام والله هو عنده حق في كل اللي بيقوله طبعا، هو في رئيس وكل حاجه، بس كاسم، بس افعال محدش شايف افعال خالص. يعني هو داخل على سنه 10 شهور ماسك الحكم، مفيش قرار واحد خده صح، او قرار واحد خده طلع البلد. البلد كل ماده بتنزل، مفيش استقرار، مفيش امان، في قانون بس مفيش حد يطبقه. ضباط الشرطه نفسهم مش قادرين يطبقوا القانون، يعني مش قادرين، خلاص هيعملوا مين يطبق القانون؟ وكل ما ياخد قرار يرجع فيه تاني، كل ما ياخد قرار يرجع فيه. طب وبعدين الناس دايما بتتكلم على انه كل ما ياخد قرار الرئيس، كل ما ياخد قرار يرجع فيه تاني. بس في ناس كمان شايفه انه لما بيرجع في قرار ده بيبقى استجابه لراي الشارع، ودي حاجه ما كانتش بتحصل زمان. هو القرار اصلا من الاول غلط، فعشان كده راي الجمهور بيبقى ضد القرار، فلازم يرجع فيه. بس الراجل الغلط ده الناس هي اللي جايباه، مش هو اللي جه لوحده. لا انا مش مقتنع بالمقوله دي، معلش يعني انا لا راي تاني خالص. حضرتك طبعا اول حاجه بتكلم فيها بالنسبه للانفلات الامني، فعلا اصبح في انفلات امني. انا استاذنك تعالي صوتك شويه. بالنسبه للانفلات اللي في الامن في الشارع، مبقاش في امن موجود، واصبح بلطجه اكتر من اللازم. حد دلوقتي مثلا راجل الشرطه اللي كان موجود دلوقتي محدش بيحترمه، اي حد معدي ممكن يبلطج معاه، او ممكن ناس تتخانق معاه كانه شخص عادي. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا بالنسبه لرئاسه الجمهوريه، طبعا اصبحنا في مشكله جامده فيها دلوقتي. وابسط حاجه مثلا اللي هو فعلا القوارب مثلا يقولوا بيرجع فيه، هو اصلا مفيش مثلا دراسه قبل القرار ما يقول، ومش اي حاجه مثلا ايه يعني المفروض بقى مثلا ايه بيدس القرار ده نفسه قبل ما يقوله. ما ينفعش ان اقوله وارجع اشيله تاني كده، مابقاش رئيس جمهوريه على احترمه ازاي؟ تاني حاجه بيطلب مني ان احترم القانون، هو فين اصلا احترم القانون؟ فين الدستور اللي هو طلعه في الاخر نظام ايه ديكتاتور عليه؟ فين بقى؟ طيب بيطالبني ان انا احترم القانون، والمثل الاعلى اللي عندي رئيس الجمهوريه مش بيحترم القانون، احترم القانون ازاي؟ بأني منطق؟ كل شعاره لي نفس رايي. انا طبعا نفس الكلام ده، لدرجه يعني من اسوء الحاجات الاستنتاجات ده كله، ان الناس كلها دلوقتي بقت تقول لك يعني فين زمن مبارك، فين، وهي ما كانتش جالنا في عهد مبارك عشان نرجع لزمن مبارك. طيب ما هو بالكلام ده وبالحاجات اللي بدات تظهر بانه في صور للرئيس السابق بدات تظهر في الشوارع، مش شايفين انه كل هذه المشاكل زي ما في ناس بتقول انه وراها الدوله العميقه، وراها فلول النظام اللي عايز يرجع تاني؟ وبالتالي مش سهل على اي رئيس، سواء كان الرئيس مرسي او لو كان حد تاني غيره جه. كلمه فلول دي يعني خلاص، يعني دي بقت الشماعه اللي بيعلق عليها الاخوان كل حاجه غلط بيعملوها، يقول لك فلول، كل حاجه غلط بتحصل في البلد فلول. احنا خلاص داخلين على 3 سنين دلوقتي، مش كل حاجه هنفضل برده لغايه ما بعد الرئيس مرسي يخلص مدته على خير، يعني اذا خلصها هيقول لك برده ل 4 سنين احنا مش هنلحق. يعني الراجل ما فيهوش برضه هيقول لك ما فيش في ايده عصا سحريه انه يعني يصلح فساد 30 سنه في 4 سنين، هيقول لك نديله فرصه ثانيه برضه بعد الاربع سنين. والله بقى ده يرجع للشعب عايز يديه فرصه ثانيه، ولا هيختار ساعتها حد ثاني؟ هو الشعب من دلوقتي مش عايز يخليه يكمل. الشعب ده هو اللي انتخبه، يعني الشعب ده هو اللي انتخبه. ولو كان عنده في ناس بيقول لو كانت المعارضه اتفقت مكانه، يعني كان يمكن حد. هو طبعا هذا حصل بالفعل. احنا مش هنبكي على لبن المسكوب بقى، خلاص بقى. طب حضرتك لو هو دلوقتي رئيس الجمهوريه، احنا انتخبناه مثلا، مين اللي عين الوزراء؟ هو ما هي دي من سلطاته، مش كده؟ طب ما هو اساس الناس دي عملوا ايه يا فندم؟ من لغايه دلوقتي عملوا ايه؟ كم وزير داخليه جه ومشي؟ كم وزير ووزير عملوا ايه؟ وكل شويه يقول لك الفلول. طب ما تقبض على الفلول، مين هم الفلول؟ بتهمه ايه؟ ما هم الفلول، مش بقول لك الفلول هم اللي عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا. يقبض على اللي بيعمل جريمه يتقبض عليه. فين هم؟ لا يقبض عليهم. وبعدين يعني سبحان الله، اللي انا عرفته دلوقتي ان الحرامي بيطلع ببراءه فعلا، والبلطجي بيطلع براءه، كلهم طلعوا براءه دلوقتي، يقول لك اتحفظ عليه. فين هم؟ ده هو فين رئيس الجمهوريه؟ يعني هو لغايه امتى حضرتك؟ كان جايب النائب العام قال لك في ادله جديده. طب وايام المجلس كانت الحياه احسن يعني؟ المجلس بشكل كبير. انا واحد من الناس بقول يا ريت المجلس العسكري يرجع تاني، مش يرجع 4 سنين بس، لا يرجع طول العمر. وانا كمان واحد من اللي كنت بقول يسكت حكم العصر. ان انا قاعده مع الفلول. لا 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 على فكره انا عايز اسالك سؤال، يعني ايه معنى كلمه فلول؟ هو معنى الفلول اللي جاي من كلمه لا، والفلول دول اكيد مواطنين مصريين. لا هي معناها ايه؟ معناها الكلمه ايه اصلا؟ هي الجيش مهزوم، فلول ماشي. هو فين هو ده؟ فين الفلول؟ انا مش لاقي الكلمه. حافظ على البلد داخليا وخارجيا. شفت سوريا اللي حصل فيها؟ ده ما حصلش اي حاجه على فكره. انا واحد من كنت بقول يسكت حكم العسكر، بس انا دلوقتي يعني اقول يعني العسكر اهون بكتير من الاخوان، على الاقل كان في امن شويه. ومش العسكر، في ناس بتقول انه احنا بما ان احنا بعد الثوره وكل مواطن ليه رايه، والمواطن ده بيقف في الشمس بالساعات عشان يقول رايه في الصندوق، يروح بقى يقف في الصندوق يقول رايه وما يندمش عليه بعد كده بقى. ف
مصروف. لا مش هنندم، هندم عليه بقى خلاص بقى. ما انتوا بتندموا اهو. لا احنا ندمنا خلاص، ما احنا بنتعلم. اه احنا اتعلمنا خلاص. طب انتوا ايه رايكم في المعارضه؟ المعارضه برضو ما لهاش اي لازمه. المعارضه شخصيه، في حاجه شخصيه هم بيدور عليها. طب ما يظهروا يقولوا لنا الجدول بتاعهم ايه، انت هتعملوا ايه، تيجي يخشوا في الترشيح. اهلا وسهلا. يعني انا افهم ان حضرتك واحد تقول اه والله انا كنت عندي امل في الرئيس بس ما عملش كذا وكذا. طبعا لكن المعارضه بقى ممكن تعمل ايه؟ اكيد ممكن المعارضه يطلع، بس يقولوا لنا هم عايزين ايه. هم دلوقتي للاسف المعارضه اختلفوا، ما دي الاسوأ. كان الاول مع بعض، دلوقتي اختلفوا، مين هو الصح ما تعرفيش مين. المعارضة ولا المجلس العسكري ولا الفلول هيجيب نتيجة مع الإخوان. الإخوان قعدوا 60 سنة تحت ما بيشوفوش نور الشمس، في سنة واحدة طلعوا بقوا في الرئاسة، فاستحالة هيسيبوا الكرسي. ولا معارضة ولا فلول ولا مجلس عسكري هيحاولوا معاهم. ربنا هو اللي قادر يخلصنا. بمناسبة الانتخابات اللي جاية كمان، عشان احنا كده كده يعني دلوقتي طلع لك كمان ان هو الشعارات الدينية هيتسمح بيها عادي، فده مقدمة مبروك للإخوان. طبعا بس لو في، لان هو ده السلاح اللي بيلعبوا بيه. لو الناس مش انت بتقول ان احنا شعب بيتعلم وبيقف قدام الصندوق، بس احنا شعب دين بالفطره. مش انت مستأمن من ده، اختار التاني. لا ما هو احنا حضرتك انت عندك في الارياف يعني ناس كتير نسبه كبيره ما حدش يستهون بيها. ان هو يعني انا لو رحت قلت لاي حد. طب في ناس بتقول انه ان المعارضه النسبه الكبيره دي ان ما حدش بيروح لها على فكره. المعارضه يعني هي مكاتب، هما اساسا دلوقتي ما بقاش ليهم ارضيه في الشارع. يعني محدش بقى ما لهمش، مش يقول مش زي الاخوان يعملوا كذا يعملوا. لا ده دلوقتي الناس اللي بتنزل كلها بتنزل من دماغها مش من راي المعارضه. حتى في مظاهرات كتير ممكن ما تلاقيش المعارضه اساسا داعيه ليها، وبتلاقي ناس كتير في الشارع. يعني المعارضه دي اساسا انا مش شايف ليها لازمه بصراحه، غير كلام بس. طيب ايه تاني بتتابعوه على الاخبار ولا ما بتقروش جرايد؟ لا بنقرا برضو موضوع ايران دلوقتي اللي دخلت بقوه. ايران دخلت بقوه دلوقتي بقى كل حاجه دلوقتي. ايه عشان في سياح جوه؟ طبعا لما اسال. لا ماشي، بس ما هو امتداد لحاجه، في حاجه خفيه ورا السياح دي، في حاجه خفيه. امتداد الشيعي ده يعني الأسوأ. في ناس جايه تزور الاهرامات يا فندم. دي ارضيه الحاجه يعني. لما رئيس طب هم هنفترض حتى يعني في ناس تقول لو انت راجل مسلم طول عمرك سني، ايه اللي هيخليك لما واحد سائح يجي يزور الهرم تبقى شيعي؟ طب يعني حضرتك مدينه احمد النجاتي ده يقول لك هديكوا 30 مليار دولار. ما يدي عشان المساجد. مش معنى دلوقتي. طيب عشان المساجد انت هتبيع دينك بقى. لا مش هبيع ديني. طيب بس ليه ظهرت دي؟ ليه ظهرت على الساحه؟ ظهرت على ايران مره واحده، وقطر برضه ظهرت مره واحده. يعني امبارح قطر ما ظهرتش مره. لا امبارح يعني في دعم من قطر. الحاجات دي ظهرت دلوقتي. في دعم من ليبيا. وفي الدعم من ليبيا، بس اللي انا اعرفه ان ليبيا دلوقتي العلاقات بقت اسوء بيننا وبين مصر. الحدود، العربيات اللي وقفت في السلوم، العربيات اللي الشحنات وقفت. بس ده ما يمنعش انه بعد زياره رئيس الوزراء ان ليبيا كمان هتدي فلوس، يعني حتى هتقرض مصر، هتدي لها قرض. طب اشمعنى ليبيا ما نصل العلاقات الثانيه؟ طب انا دلوقتي سمعت ان الرئيس مرسي ادى يعني كلمه كده للسودان ان شلاتين هترجع تاني. لا الكلمه دي طلعت مش صح. هو احنا بس نتمنى ان كل المساعده ده انا سمعته في الراديو اللي هو النائب الرئيس الوسطى بتاع اسماعيل ده قال لك انه وعدنا هينظر لحلايب وشلاتين. مصيبه سوداء. فاضل ايه تاني؟ مصيبه سوداء لو كانت حصلت. ما هو ما اضمنش، ما ممكن يكون في حاجه مختفيه. ولو ما كانتش حصلت؟ ما هو ما اضمنش. ما هو انت يا فندم انا هقول لحضرتك حاجه. ما برضو انت ما تضمنش كل حاجه، بس ما هو برضو اذا الناس فتحت الباب لكل شائعات عايش بقى يعني. اي بس احنا عايشين دلوقتي مع رئيس الجمهوريه بيدي قرار ويرجع. انا طبعا مش بدافع مرضي. انا مش بدافع عن رئيس الجمهوريه. ماشي. بس يعني الواجب المهنيه تتطلب انه اذا انتوا بتمثلوا في الوقت ده تتوقعي اي حاجه. انا هاخد وجهه النظر الثانيه. في الوقت ده تتوقعي اي حاجه من رئيس الجمهوريه، بيطلع قرار الساعه 2 بالليل وبيرجع فيه الساعه 7 الصبح. في اي حاجه متوقعه، اي حاجه. واتمنى نتمنى ان المساعدات كلها اللي بتجي لنا تكون بحسن نيه، ما يكونش وراها هدف ثاني. طب كل مساعده تجي لنا نسمع وراها كلمه يعني قطع يعني من اول ليبيا. طب المفروض يعني مين يعني خلاص اذا في حاله استياء من بعض الناس من فصيل معين، مين بقى اللي يقف علشان فصيل ثاني يطلع جنبيه؟ الشعب يتكاتف، احنا نتكاتف، بس نضمن منين ان يتكاتف ولكن كمان يحترم الاخر. يعني اذا انت رحت اخترت الف لكن طلعت النتيجه ب، احترم بقى انه تمام يا فندم. ده اللي بيحصل دلوقتي. اشتغل كويس على انه المره الجايه يجرب. اضمن منين ان رئيس الجمهوريه قراراته بعد كده تكون صادقه؟ كم قرار دلوقتي هو دلوقتي ضد القضاء؟ البلد لو ما فيهاش قانون ما بقاش بلد، تبقى غابه.
يا فندم القضاء هو الحاجه الوحيده اللي فضلك البلد اللي هي ومؤسسة وجيش كله هينهار مع بعض. يعني لو واحده لو القضاء انهارت الجيش انهار، ولو الجيش انهار القضاء انهار. يعني دول المؤسستين اللي فاضلين في البلد، احنا لو ما حافظناش عليهم البلد هتنهار تماما. خلونا نتكلم عن حاجه حصلت الاسبوع اللي فات، طبعا كل الناس كانت بتتابعها. طبعا دي حاجه سيئه جدا طبعا. انا حاجه سيئه، ما ينفعش ان يحصل ان يعني دي بقى ممكن ازاي يبقى بتهز بلد. طبعا ما ينفعش بس في حاجه السبب لغايه دلوقتي ما قالوش السبب، مين السبب في الموضوع ده؟ هو ما قالش فتنه دقيقه. انت تعرف ايه السبب في القديسين؟ بقول لك مش فتنه طائفيه. هي عباره عن اطفال رسموا اللي هو الصليب المعكوف اللي هو بتاع نزيه ده. فحصل خلاف بين طالب ولد وولد مع بعض، فجاه راح قتلوا المسلم ووصلت لي كده. فطبعا الطالب اهله جم راح قتلوا الثاني، حصلت مشكله. غلط، المفروض يكون في ناس عقلاء في الموضوع ده. ايه اللي وصل الناس انها تبقى محتقنه قوي كده؟ هو الجهل. الجهل هو اللي يوصل اي حد يعمل كده. هو عمرنا ما سمعنا مسلم ايه ومسيحي ايه والكلام ده، يعني انا عمري ما سمعت كده. بس هو الجهل. لا، كان في طبعا بيحصل قبل الثوره. كان في سين كانت قبل الثوره على طول. ايه كنيسه القديسين؟ ايه اللي حصل قبل الثوره؟ لا، كان في كذا، كان في حاجه. يعني اقصد انه يعني انت عندك حق، ازاي بلد المسجد والكنيسه بيحصل فيها كده؟ ده جهل. يعني ده جهل من اقليه من الدين المسيحي واقليه من الدين الاسلامي. ده اقليه جهله كويس. السؤال بقى هو ازاي الاقليه اللي من هنا والاقليه اللي من هنا عملوا المنظر اللي احنا شفناه دون المنظر اللي انت شفناه؟ كل اللي شفتيهم بيضربوا كرتوش، وكل الفيديوهات اللي نزلت كان فيها ناس محترمه. الناس كان شكلها عامل ازاي؟ الناس اللي كانت بتضرب شكلها كان عامل ازاي؟ كلهم من بيتاجروا، لكن ما شفناش ناس محترمه. ما اتكلمتش خالص، اتفضل. والله بس في مشكله دلوقتي، احنا دلوقتي لو نفتكر ايام الرئيس حسني مبارك كان بيتاخر في القرار بتاعته، او كان بيسيب الاحداث بتمشي زي ما هي، وبعد ما بتخلص بيطلع يتكلم. ده اللي بشوف دلوقتي يعني افظع من كده. يعني ممكن مثلا قرار يقع مثلا بالثلاث ايام ويطلع يتكلم الدكتور مرسي. ما بيتكلمش خالص. يعني بيطلع يتكلم مثلا في حاجه. ما بيتكلمش اصلا، يعني الرئيس مبارك كان بيتكلم. يعني المفروض مثلا انا ايه، المفروض مثلا في مشكله اكيد اللي بيتقال انه الرئيس مرسي بيتكلم كتير في الحقيقه. لا، هو بيتكلم كتير، ما هو في كلام ماشي. دلوقتي مثلا في مشكله مثلا زي الاتحاديه، طلع بعدها بقد ايه؟ ثلاث ايام؟ بعد ما الناس ضربوا بعض وموتوا بعض. تمام، بس انا عايز اتكلم عن الحادثه نفسها برضو، انه ليه الناس عندها كل هذا الكم من الاحتقان؟ ليه رسمه عملها واحد نفسها مش فاهم او فاهم تتسبب في انه خمسه سته يموتوا؟ هو جهل وناس مخنوقه. الناس مخنوقه، معلش يعني مثلا ثلاث ارباع ناس الشغل، مفيش شغل مفيش انتاج. فالناس مخنوقه كابته عندها، فاي حاجه بتحاول تطلعها هتعمل ايه؟ ومفيش زي ما قلت لك قبل كده، مفيش امن موجود. مين هيحتمي من امن؟ انتوا حاسين ان حياتكم، يعني انتوا اثنين طلبه في الجامعه وحضراتكم بتشتغلوا، حاسين ان انتوا حياتكم يعني اتغيرت في الفتره بعد الثوره للاسوء؟ اتغيرت للاسوء. للاسوء. انا بتكلم على الشيء، يعني وانتوا ماشيين في الشارع وانتوا رايحين الجامعه وانتوا رايح الشغل، البلطجيه زادوا، تمام؟ البطاله زادت، الاسعار زادت، البلد هتفلس خلاص. يعني كل حاجه الاسوء، مفيش حاجه واحده كويسه. انتوا طلبه في كليه ايه؟ انا في الاكاديميه البحريه هندسه. تمام. يعني ربنا يستر بس ونطلع نعرف نشتغل، يعني او نعرف. يعني الواحد لما بيفكر، يعني انا يعني ما بفكرش باي حاجه في البلد. يعني كل الناس تقول لي ايه، هتخلص وهتسافر فين؟ وانا لازم اخلص واسافر، ما ينفعش اشتغل في بلدي. ما ينفعش. ما كانش في ناس قبل كده بتخلص وتسافر او تسافر قبل ما تخلص او ماشي؟ انا معاك، ما كانش بيشتغل بس كان في امان، كان في استقرار، ما كانش في البلطجيه. دلوقتي ما فيش امان ومفيش استقرار وفي بطاله. يعني الاول لو كان في مشكله واحده بس، دلوقتي في ثلاث مشاكل. يعني كل حاجه نزلت لاسوء، مفيش حاجه واحده بس اتغيرت. هو لو الرئيس مرسي يسمح لي بقى ان انا بعد ما اتخرج ابعت له جواب يشغلني زي ابنه، يبقى عمل معايا واجب كبير بصراحه. انا في حاجه عايز اقولها. اشتغل اشتغل. انا اسمع ابنه شغال في قطر في مكان حساس كده برضه. استاذ مصطفى حضرتك بطل تسمع بقى، على كل اللي انت بتسمعه غلط. لا والله لا، ده كل ده انا في على النت وفي لا، ما هو النت ده مش قران. لا، ما بنعرف ده في الصح وفي الغلط. طب هو ايه الوسيله اللي بندرس بيها الاغراض؟ ابن الرئيس مرسي كذا كذا كذا. لا دي حقيقه. طب اخر مره سمعت اول امبارح ان مرسي نسب انجيل. لا دي انا سمعتها من شهرين ثلاثه اربعه بس. كانت هو كله اول امبارح بعد ما خلص الفرح.
انا واحد من الناس لما اتخرج مش هشتغل في مصر. انا بشكركم شكرا جزيلا، استمتعت بوجودكم يعني ساعات بوجودكم معايا على المقهى. ان شاء الله المره الجايه يبقى في شويه امل واحنا نتكلم وتبقى الدنيا اتصلحت شويه. انا بشكركم شكرا جزيلا استاذ مصطفى اسماعيل، محمد سيد، عبد الرحمن، عمرو جمال، بشكركم شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل نتحدث عن موضوع زواج السوريات في مصر. بعد هذا الفاصل انتظرونا.